فراغ كروي كبير، ده إحساس كل محبي الكورة في الوقت الحالي وفي ظل توقف كل المسابقات في العالم. الدوري الإنجليزي يمكن هو أكتر مسابقة بيفتقدها الجمهور، ولأنها المسابقة اللي اعتاد الناس إنها لا تتوقف أبداً حتى وقت توقف باقي المسابقات بين الدورين كل موسم. لكن الدوري الإنجليزي سبق وتوقف فعلاً قبل كده، وبأمر الطبيعة في الفترة من ديسمبر 1962 والحد فبراير 1963. في نفس توقيت عرض لورنس العرب في دور العرض، كانت المملكة المتحدة بتتعرض لواحدة من أشرس موجات الصقيع في تاريخها الحديث والأبرد طوال القرن العشرين. درجات الحرارة انخفضت لدرجة 19 تحت الصفر لأيام كتير، والثلوج تهطلت 62 يوم متتالي بدون توقف في جنوب إنجلترا. طبعاً الملاعب تضررت بشدة، وممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة بقت ضرب من ضروب الخيال. رغم الظروف المستحيلة والطقس القارس، لكن الاتحاد الإنجليزي بصرامته المعهودة رفض اتخاذ قرار بتأجيل أو تجميد النشاط الكروي. قرروا إقامة أي مباراة يتسنى ليهم إقامتها في معادها، ويكون التأجيل قاصر على المباريات التي يتعذر إقامتها فقط. أغلب المباريات كانت بتتأجل طبعاً. مش هتصدق عدد المرات اللي تأجل فيها بعض المباريات. مباراة لانكرن سيتي وكوفنتري سيتي تأجلت 14 مرة مختلفة. الرقم صدمك؟ إيه رأيك إن مباراة سترانراير وإردرادي في اسكتلندا في نفس الفترة اتأجلت 33 مرة؟ قرار عدم التأجيل يمكن يكون صارم، لكن ليه أكيد وجه سيء كمان. بران كلوف كان لاعب تشاب في صفوف ساندرلاند في الدرجة الثانية، وفي أحد المباريات اتجمع 42 ألف مشجع لساندرلاند تحدوا الثلوج الرهيبة لمؤازرة فريقهم. وفي ظل الحضور الجماهيري العظيم ما كانش ينفع الحكم يلغي المباراة، بالتالي قرر خوضها. دقايق قليلة وتعرض كلوف لإصابة قوية في ركبته بعد ما تزحلق في التلج واصطدم بكريس هاري حارس فريق بيري. إصابة كانت سبب في إنهاء مسيرة كلوف مبكرا، واللي بقى من أساطير التدريب بعد كده مع ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست. الجولة 23 اتلعبت على مدار 4 شهور، 5 مباريات في شهر ديسمبر، وماتش في فبراير، وماتش في أبريل، وباقي المباريات في شهر مايو. الموسم اللي كان محدد ليه ينتهي في 27 إبريل اتأجل موعد نهايته شهر كامل عشان يستوعب الكم الهائل من المؤجلات. قبل التوقف كان فولام في المركز قبل الأخير وخسر 12 مباراة من 22 جولة. بعد التوقف عمل سلسلة من 12 مباراة بدون خسارة أنقذوه من الهبوط. ويبدو أن حظ ليفربول كمدينة كله عسر. قبل التوقف الطويل كان إيفرتون هو المتصدر للدوري بفارق كبير عن توتنهام وليستر سيتي. بعد التوقف حافظ إيفرتون على التقدم وحصد اللقب بعد غياب ربع قرن. فهل حيستكمل الدوري الموسم الحالي ويحقق ليفربول اللقب الغايب من 30 سنة؟